قومي يا رحمة ساعديني، أنا من أول في المطبخ. طيب طيب دحين يا رحمة، رحمة هاي يا ماما، إيش في؟ تعالي ساعديني من أول أنا ديك. رحمة تعالي ساعديني الطبخ، رحمة تعالي، رحمة تعالي، خلاص أنا صايمة. لا شوفي يا بنتي بقرأ هذه الآية وانت اسمعيني إذا فيها أخطأ أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قيلي هذا من قادرة يعني أشوفه زي الناس؟ هادي؟ أيوه هادي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إيش معنى هذه الآية؟ فلا تقل لهما أف. أسمع يا ماما، أنا من رمضان هذا العام نويت أن